تحت قبة مجلس نواب الشعب يواصل أعضاء المجلسين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسات عامة مشتركة النظر في مهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. صباح الأمس وبحضور وزير السياحة سيد سفيان تقية وعدد من إطارات الوزارة، نظر المجلس في مهمة وزارة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، ورصدت لمهمة وزارة السياحة ميزانية تقدر بحوالي 175 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً بقيمة 5.844 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة، أي بنسبة تقدر ب 3.25%. وزير السياحة سفيان تقية وفي بداية النقاش قدم عرضاً يفسر ملامح مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة، ويطرح المحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة على غرار تنمية القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية عبر تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير المنتوج السياحي وتحسين البنية التحتية السياحية والترويج الفعال وتعزيز الشراكات والتعاون. تكمن الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة في مساهمته بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ما يقارب 12% من القوى العاملة بالبلاد، فضلاً عن مداخيل الهامة بالعملة الأجنبية تجاوزت 6.9 مليار دينار سنة 2023. كما يساهم نشاط الصناعات التقليدية بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من تصدير مباشر بما قيمته 149 مليون دينار، أي بنسبة 2% من جملة الصادرات، ويشغل أكثر من 300 ألف حرفي موزعين على 76 نشاط. إلى جانب دعم تجديد وإدماج المؤسسات الحرفية في الاقتصاد الحديث وضمان استمراريتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تنمية الأسواق وتوسيع الأفاق بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث الحرفي التقليدي وتحديثه ويتناسب مع المتغيرات الحديثة. كما أكد وزير السياحة على ضرورة تحقيق ديمومة الميزانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال التصرف في الموارد المالية والبشرية وتأهيلها، وتركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 ضمن برنامج القيادة والمساندة. بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية، شهدت عديد المؤشرات نمو حيث بلغت قيمة الصادرات المراقبة لمنتوجات الصناعات التقليدية 137 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2024 من نسيج وزربية ونحاس وغيره من المنتوجات التقليدية، أي بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بتسعة الأشهر الأولى من سنة 2023. كما تميزت هذه الفترة من سنة 2024 مواصلة استرجاع طاقات الإنتاج ورفع من المجهود الاستثماري، حيث بلغ حجم الاستثمار الجملي 17.2 مليون دينار، مسجلا بذلك نمو بحوالي 6.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وقد مكنت هذه الاستثمارات من توفير حوالي 4400 موطن شغل، هذا علاوة على عودة جل أعمال الدعم والتأطير الفني والمرافقة الاقتصادية لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية، حيث تم تأطير 5038 حرفي بنسبة تطور بلغت 2.6% تقريبا، وهو ما ساعد الحرفيين على رفع من القيمة المضافة لمنتوجاتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في اتجاه توسيع آفاق الترويج. وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوزارة السياحة، منها المطالبة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي وتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه المستثمر، دعم الموارد البشرية بوزارة السياحة وتأهيلها بما يتلائم مع تطورات أساليب الترويج والإشهار السياحي، رقمنة الخدمات الإدارية وإحداث المنصات الرقمية لتقييم النشاط السياحي، الدعوة للتنسيق بين الوزارات والهيكل المتداخلة في المنظومة السياحية والتعاون المحكم فيما بينها لتسهيل الإجراءات ودعم مردودية القطاع السياحي، إلى جانب إعادة هيكلة الديوان الوطني للسياحة ودعمه، وفتح ملف المنح التي أسندت بعنوان تهذيب الفنادق السياحية.
كما تمت المطالبة بحوكمة دعم المهرجانات لتحقيق النجاعة والعدالة والإحاطة بالحرفيات والحرفيين لدعم الصناعات التقليدية وتطويرها والحفاظ عليها. عندنا وتلة في الصحراء ولكنها وتلة ديمونتابل بالخيام، وتلة تنجم تكون كلاسيك حتى 4 سنكتوار 4 أو 5 نجوم باعتبار الخدمات اللي تقدم فيها، وثم البعض منها إلى حد الآن بدون تراخيص. التراخيص هذه المكبلة اللي باش تعطل كل الاستثمارات وكل المبادرات الخاصة راهي زيادة على أنها إجراءات متعبة، فهي في الحقيقة تدمير للعمل وتدمير للنشاط، تدمير على الأقل حتى اليد العاملة والشباب اللي يحب يخدم. الصناعة التقليدية حدث ولا حرج، الشنوة كلاتنا وبغزاتنا بالبضاعات وقعدنا نراو في الجبة بخمسة دينارات وعشرة دينارات وماذا بينا نقطعوا كذا. تأهيل موقع عنق جمل بنفطة، تعرف الموقع هذا هو أهم موقع سياحي ربما في ولاية توزر الكل، فيه ديكور حرب النجوم في حالة يرثى لها. أنتم طلبتوا من بلدية المكان بلدية نفطة إعداد دراسة وتصور لهذا الموقع، البلدية إمكانياتها ضعيفة وبالرغم من ذلك أعدت هذه الدراسة، فقط الرجاء منكم سيد الوزير التسريع في الموافقة على الدراسة هذه والانطلاق في أشغال الترميم والتهيئة. سيد الوزير، مشروع القرية الحرفية بعين دراهم معطل، مشروع المنطقة السياحية فجل أتلان معطل بسبب المشكل العقاري، تعطل إنجاز المدرسة السياحية بعين دراهم الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية بسبب مشكل عقاري. ما هي خطة الوزارة لإعادة إحياء مطار أطبرقة وإعادة تنشيطه؟ وتفاعلاً مع مداخلة النواب، أكد وزير السياحة سيد سفيان تقية أن الوزارة تعمل على دعم السياحة الإيكولوجية والاستشفائية الصحراوية والثقافية بتنويع المنتوج السياحي ودعم المخزون الثقافي والعمل على تواصل السياحة على طول السنة، وذلك من خلال تهيئة المسالك السياحية وتطوير مشاريع السياحة البديلة على غرار دور الضيافة وبعث منطقة سياحية بقرقنة وزوارع في بيجة. تعتمد الاستراتيجية التنموية لوزارة السياحة في باب تنويع المنتوج بالخصوص على استغلال الثروات الطبيعية والموروث الحضاري قصد تجاوز نموذج السياحة الجماعية والقطع مع موسمية القطاع وتطوير السياحة على مدار السنة وخاصة في المناطق الداخلية، وقد تم تطوير عدد من المسالك والمشاريع السياحية الجديدة على غرار طريق الأفلام العالمية هذه الروت سينماتوغرافيك، طريق الطهي وهذوما الروت كولينير، طريق اليونسكو وتشمل المواقع الأثرية العالمية اليونسكو، تطوير مشاريع الإيواء السياحي البديل على غرار الإقامات الريفية لجيت لورو هذوما المعروفة بكلمة لجيت لورو ودور الضيافة هذوما ميزون دورت كما تعرفوهم، ومراجعة أطولها القانونية لإزالة العوائق العمل على تطوير السياحة الإيكولوجية العمل على تطوير السياحة الإيكولوجية، وذلك ببعث منطقة سياحية سيدي فندخل بفندخل في بقرقنة من ولاية صفاقس على مساحة 72 هكتار وبرمجة بعث منطقة سياحية بالزوارع من ولاية باجة على مساحة 100 هكتار. كما تعمل الوزارة على مراجعة الإطار القانوني لبعث مشاريع السياحة الصحراوية والتشجيع على بعث مشاريع السياحة في إطار الشركات الأهلية، إلى جانب تثمين المخزون الثقافي المستدام من خلال تحديد حماية المعالم الأثرية والمساهمة في المحافظة على المواقع المصنفة تراثاً عالمياً. ومن جهة ثانية يتواصل العمل على تثمين المخزون الثقافي المستدام والنهوض بالسياحة الثقافية الذي يساهم في تعزيز صورة تونس كوجهة السياحة الثقافية، خاصة من خلال تحديد وحماية المواقع الأثرية ذات الجذب السياحي والمساهمة في المحافظة على المواقع المصنفة تراث عالمي، فضلا عن سبل جديدة للاتصال الرقمي في المواقع الثقافية ولدى المنتوج الثقافي، إلى جانب دعم التظاهرات والمهرجانات ذات الصبغة السياحية والثقافية، نذكر من بينها الاحتفالات بالعود النبوي الشريف بمدينة القيروان التي تكتسب من سنة إلى أخرى بعد عدد أكبر والذي يتجاوز عدد زوار ما يفوق على 800,000 زائر. هذا وقد تطرق الوزير إلى مجهودات الوزارة وسعيها في رقمنة المحاور الترويجية لتعزيز الكفاءة وتشجيع صانع المحتوى والمؤثرين للترويج للوجهة السياحية التونسية.
في الجلسة ذاتها نظر النواب في مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بحضور وزير تكنولوجيا الاتصال السيد سفيان الهميسي وعددا من إدارات الوزارة، حيث تولى الوزير تقديم محاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة على غرار إرساء الإدارة الإلكترونية ورقمنة خدماتها وتوفير الخدمات الإدارية للمواطن عن بعد، مع تسهيل تبادل المعطيات بين الهياكل الإدارية فيما بينها، توفير خدمات إدارية عن بعد للجالية التونسية بالخارج. حيث قدرت ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال لسنة 2025 184 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بنسبة 5% مقارنة بالسنة الفارطة. كما تعمل الوزارة على مراجعة الأطر التشريعية وتحسين نظام حوكمة القطاع ودعم محيط الشركات الناشئة وتشجيع بعثها وتطويرها والدفع نحو الابتكار والتجديد مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي. تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتوفير الخدمات الإدارية للمواطن والمؤسسة الاقتصادية عن بعد بما يضمن الجودة والنجاعة والشفافية للمعاملات الإدارية، ويشمل أيضاً تعميم آليات الترابط البيني بين الهياكل العمومية بما يكرس مبدأ عدم مطالبة المواطن بمعلومات أو وثائق هي بحوزة الإدارة. فلا مبرر اليوم لمطالبة المواطن أو المؤسسة بوثائق أو معطيات يمكن أن تحصل عليها الإدارة إلكترونياً من إدارة أخرى، ونعمل على تجسيم هذا الهدف عبر تنفيذ جملة من الإجراءات تشمل بالأساس إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإدارية، والتي سنعمل على أن تتضمن أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من قبل المواطن، والتي يمثل توفيرها عبء يومي له. كما أكد الوزير على تطوير مناخ ريادة الأعمال والتشجيع للابتكار والتجديد في المجال الإلكتروني، مع توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لتدعيم القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية. إدراج رقمنة الخدمات كعنصر ذو أولوية ضمن مختلف الإصلاحات القطاعية، خاصة في القطاعات التي تسدي خدمات مباشرة لفائدة المواطن، على غرار قطاع الصحة وقطاع النقل والتربية والتعليم العالي وكذلك القضاء. ثم توفير خدمات رقمية عن بعد لفائدة جاليتنا التونسية بالخارج، وتعميم برنامج القنصلية الرقمية بما يمكن من تيسير نفاذ مواطنينا أينما كانوا في بلدانهم بلدان الإقامة من النفاذ إلى الخدمات الإدارية بقطع النظر عن مكان تواجدهم. الهدف الاستراتيجي الثاني الذي نعمل عليه هو تطوير مجال الاقتصاد الرقمي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، يشمل بالخصوص الأعمال المدرجة في هذا الجانب، مراجعة عدد من الأطر القانونية التي يمكن أن تمثل عائق أو معطل لكل استثمار وبعث المشاريع في مجال قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وخلال النقاش العام تمحورت مداخلة النواب حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوزارة تكنولوجيا الاتصال، منها المطالبة بتحييد ومراجعة النصوص القانونية ومزيد تطويرها للتشجيع للابتكار والتجديد، المطالبة بالدعم المادي واللوجستي لعدد من مراكز البريد وتوسيعة مقراتها في عديد الجهات، الدعوة إلى تحسين خدمات البريد والرفع من جودتها خاصة في أوقات الذروة، والمطالبة بإحداث مراكز بريد جديدة في عدد من الجهات، والمطالبة بإحداث بنك البريد، إلى جانب الاستفسار عن خطة الوزارة لتشجيع المبادرات الحرة ودور الوزارة في استقطاب خريجي الجامعات المختصين في تكنولوجيات الاتصال والحد من هجرة الأدمغة. كما تساءل بعض النواب عن خطة الوزارة لتفعيل سياسة الذكاء الاصطناعي، وخاصة توضيح خطط الوزارة وبرامجها للتصدي لجرائم التحير الإلكتروني. نداء أهالي ومواطنين أولاد عمر عرب العيون حول مآل محطة الهاتف الجوال بأولاد عمر والمستوفية للشروط القانونية والإدارية منذ 2018، والتي تعتبر أولوية. للأمانة مش معقول أن البرنامج هذا إلى هذا التاريخ لم يتم أخذه بعين الاعتبار والمماطلة في إنجازه. أدعو إلى وضع معايير واضحة وشفافة لإدارة برامج التكوين المهني والتدريب لمنظوريكم، ضمان عدالة توزيع فرص التربصات للطلبة بعيداً عن أي شبهة أو محسوبية، تحسين خدمات الحرفاء لدى جميع المشغلين بما في ذلك المؤسسات العمومية مثل توبنات
وتطوير آليات الرقابة لضمان الجودة. مركز بريد هند الزيتونة زاد هذا المركز متعطل أكثر من عام. مركز بريد سيدي مسعود متعطل أكثر من عام. مركز بريد قصر النمسا في الوسلاتية أو كان متعطل رجع يخدم نهارين وسكر هذا المركز. ما هي الأسباب ولماذا؟ ولماذا إهدار المال العام في سيارة تتنقل بين الأرياف لتعمل ثلاثة مواطنين أو أربعة مواطنين يخدم ساعة صبحية واحدة ويمشي يروح؟ السيد الوزير، هكذا يصطف متساكني معتمدية بير علي بن خليفة أمام مركز بير علي مكتب بريد بير علي المركز. عجائز ومسنين يضطروا أنهم يقفوا في الشارع صيفاً وشتاء صباحاً ومساء، وفيهم شكون يخرج من الخمسة والستة متاع الصباح باش ياخذ الجراية متاعه. مع العلم السيد الوزير أنه توسعة هذا المكتب مبرمجة منذ 2018، فمتى سيرى هذا المشروع النور؟ وتفاعلاً مع مداخلة النواب، أكد السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال على الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يلعبه البريد التونسي، فهو يمثل الخط الأول في إزاء الخدمات للمواطن، مذكراً أن هنالك مكتب بريد لكل 10,600 ساكن، علماً أن الوزارة تحرص على توسيع شبكة مكاتب البريد وتركيزها بالقرب من التجمعات السكنية لمزيد تحسين الخدمات المزداد، مثمناً مجهودات الوزارة في التسريع في رقمنة الخدمات البريدية لتخفيف الضغط على المكاتب. انطلقنا وتوضع معناها نسرعوا النسق متاع إنجاز برنامج التحول الرقمي لرقمنة أكثر كل الخدمات. رقمنة الخدمات في البريد نعتقد هي معناها تكون العنصر الأساسي في تخفيف الضغط على المكاتب. فما اليوم العديد والعديد، وأكيد كلنا كمواطنين معناها حرفاء البريد، لاحظوا لي فما خدمات ما تسحقش باش تكون في المكاتب وما ثماش علاش يشد عليها المواطن الصف، وهذا بدينا نخدموا عليه. كنت لاحظتوا احنا الاسبوع هذا مثلا مكننا من خلال التطبيق الاعلاميه على الموبيل ماي بوست في خدمات الليبارن بالنسبه لصندوق الادخار، نعطيه الامكانيه للمواطن باش يعمل السحب نتاعو، تحويل المبالغ من حسابات الادخار لحسابات الجاريه، او السحب من الموزعات الآلية مباشرة من التطبيق من غير ما يمشي للبريد، من غير ما يشد الصف على المكتب. نفس الشيء نخدم توا على ليموندا، كيفاش ليموندا يوليو من خلال الشبكة معناها الموزعات الآلية من غير ما يكون معناها صف على المكاتب. وهذه هي خدمة متاحة على في من خلال التطبيقات دي دي سيات، نجم تبع في ماندا وتقبل ماندا ديركتومون، سيتم في المدة القليلة القادمة إن شاء الله معناها فتحها من خلال الموزعات الآلية، وكيك نخفوا شوية الضغط على البريد. كذلك في إطار حماية المواطنين وحفاظ على حتى أدميتهم وحفاظا على كرامتهم، خاصة بالنسبة للفئة الكبار في السن والمتمتعين بالجرايات التقاعد والمتمتعين جرايات المساعدة الأمان الاجتماعي، احنا الشهر هذا كملنا تعميم توزيع بطاقات إلكترونية على كل هالفئات الثلاثة فئات الضمان الأمان الاجتماعي اللي تمتعوا بالعائلات المنح تاع العائلات المعوزة، وكذلك تعميم البطاقة متاع جرايتي اللي تمكنهم من سحب الأموال متاعهم أولا من الموزعات الآلية، وثانيا معاش مربوط بنهار والنهارين باش يجبد المنحة متاعه، معناها باش يكون فلوسه في أي وقت يجبدها ومن أي مكتب بريد مش بالضرورة موجود معناها في المكتب هذاك. هذا وقد تطرق الوزير إلى مجهودات الوزارة وسعيها في رقمنة أكثر من 200 خدمة بلدية، والعمل حاليا على رقمنة الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن على غرار التعريف بالإمضاء وخلاص معاليم الجولان واستخراج شهائد السكنة. مساء أمس ومواصلة النظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، ناقش النواب وبحضور السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات وعدد من إدارات الوزارة مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة،
في بداية الجلسة تولى وزير التجارة وتنمية الصادرات تقديم عرض عن ملامح مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لهذه السنة، حيث تقدر ميزانية مهمة وزارة التجارة 3971 مليون دينار بزيادة حوالي 6% مقارنة بميزانية مهمة الوزارة للسنة الفارطة. ميزانية مهمة وزارة التجارة 95.7% من ميزانية مخصصة لنفقات دعم المواد الأساسية. وفسر وزير التجارة أن الميزانية التقديرية للوزارة المقترحة دون اعتبار نفقات تعويض المواد الأساسية تكون في حدود 170 مليون دينار مقابل 168 مليون دينار في السنة الفارطة، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 1.1%. هذا كما تطرق للمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، لعل أهمها ضمان سوق متوازن وعادل ونزيه من خلال دعم وتطوير آليات وطرق التدخل المسبق واستشراف مختلف التطورات والمتغيرات وإحكام التنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين والخواص، إلى جانب تطوير النسيج التجاري والحرفي وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها وتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية. كما أكد الوزير على ضرورة التصدي للممارسات الغير مشروعة عند التوريد والدفاع عن الصادرات التونسية لدى الهياكل المختصة، وتحديث التصرف الإداري وضمان ديمومة الميزانية وإحكام التصرف في الموارد المالية ضمن القيادة والمساندة. ويشمل 4 أهداف استراتيجية تتصل بتطوير حوكمة المهمة وتحسين التصرف في الموارد البشرية وضمان ديمومة الميزانية وتحسين التصرف في الموارد المالية وتطوير نشاط التجارة الإلكترونية. ويمكن التأكيد في هذا السياق سيد الرئيس على أنه رغم الصعوبات ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية فقد تم الحرص على تحسين أداء الأجهزة الرقابية من خلال تطوير آليات التدخل في السوق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالمضاربة والاحتكار وتأمين التزويد في المواد الأساسية، فضلاً عن تدعيم القدرات التنافسية للمؤسسات والمنتوجات التونسية أيضاً في الأسواق الخارجية ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية في اتجاه التعامل بكل ندية مع كل الشركاء الاقتصاديين وجعل مصلحة تونس فوق كل اعتبار. وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، من ذلك المطالبة في الترفيع في نسب الرسوم على الأنشطة السياحية والصناعية، من ذلك المطالبة بتشديد الدور الرقابي على تجار قطاع الغيار والمحركات المستعملة، رصد بطاقات دعم للفئات المستحقة، ضرورة مراجعة منظومة الامتياز التجاري الذي يسند لعدد من العلامات التجارية فرانشيز، الدعوة إلى تكثيف المراقبة لمقاومة التلاعب بالأسعار من قبل المزودين والمساحات التجارية الكبرى، ومراجعة عديد التشريعات المنظمة للتجارة بما يضفي عليها مزيداً من المرونة والشفافية. هذا وقد دعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة أسعار الأعلاف والتنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة، إلى جانب العمل على رفع القيود التي يتعرض لها الفلاحون خاصة في تنقلاتهم لنقل وترويج منتوجاتهم، والعناية بالتجارة الخارجية لا سيما من حيث التصدير واكتساح المنتوج التونسي لعديد الأسواق، وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات خاصة تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الصادرات التونسية. ما هي الاستراتيجية للخارطة الوطنية لتركيز أسواق ومنافذ بيع وتناسق بين مختلف أنواع التجار مما يضمن مواطن الشغل خصوصا لصغار التجار وتلافي تغول المساحات الكبرى على المشهد التونسي؟ سيد الوزير، إن استكراش اللوبيات والمحتكرين والمهربين والمضاربين أسهم بدرجة كبيرة في الاختلال بين العرض والطلب وفي الانفلات داخل أسواق تونس، لذلك فإنه لا بد من التسريع في رقمنة الإنتاج وأيضا المواد، يعني رقمنة المواد الأساسية والتحكم في مسالك التوزيع وضمان انتظامية التزود. العملية تصير إنه يحطك في الكيتونس السوم متاع التسعيرة والآخر ياخذ تحت الطاولة وبعدين يحط في الفاتورات أسامي وهمية، الكوتا اللي عنده متاع السلعة تجي أنت تراقب بعدين الكراسات تلقاها مريقل، الكمية اللي دخلت قداش من طنات 10 طنات 14 طنات 40 طنات للهبات مش تلقاها هي بيدها موجودة لكن موزعة على باشا حمادي فهمتني، ولا ياخذها 10 نحط له 30 صندوق،
لاخر خذاك هذاك. دونك شنو الحل هنا سيد الوزير؟ الحل في تدعيم الرقابه، مراقبه التجاره الالكترونيه لحمايه المستهلك، تهريب ضريبي، تحيل، ما نعرفوش هالناس هذوما فاش يبيعوا. نجموا نلقاو اليه مع وزاره التكنولوجيات الاتصال وشركات النقل اللي قاعده توزع فيها البضاعه لمراقبه هذه الصفحات. هذو ناس ينافسوا وبقوه، الناس اللي حاله بتينده وما عادش خالطه باش تخلص لا كري ولا قباضه ولا خدامه، وفي بعض الاحيان يسكروا المحلات نتاعهم. وتفاعلا مع مداخلات النواب، ثمن وزير التجاره وتنميه الصادرات سيد سمير عبيد دور الوزارة في الضغط على الأسعار، مؤكداً على تنسيق الوزارة الدوري مع الوزارات المتداخلة على غرار وزارة الفلاحة، إلى جانب حرص الوزارة في التخفيض في أسعار الأعلاف طبقاً للأسعار المتداولة على الساحة العالمية، والتصرف في المخزون التعديلي من مادة البطاطا خلال فترة الفجوة لتمكين المواطن من اقتنائها بأسعار مقبولة، مؤكداً على أن الوزارة تعول على المنتوج الوطني من البطاطا، وهو ما تطلب منا تضحيات نظراً لندرة الإنتاج. في حقيقة الأمر احنا في الفترة الحالية احنا نسميها باللغة الفنية فترة الفجوة، يعني البطاطا ما هيش وقت إنتاجها الحقيقي. احنا حتى التو حتى الفترة احنا هنا احنا بعدنا تقريباً انطلق إنتاج هو متأخر جداً، يعني آخر فصلي هو معناها تقريبا منذ أسبوع باش انطلقت يعني كميات خفيفة وخفيفة جدا، وإحنا معناها ضخيناها في السوق. ولكن مع هذايا كان عندنا إحنا مخزون اللي نسميه المخزون التعديلي، يعني قعدنا نتصرف فيه خلال فترة الفجوة. وذلك علاش تلاحظوا أنه أن الأعوان متاعنا أعوان المراقبة أعوان الأمن واقفين باش نوزعوا في الأسواق، واقفين في الطرقات باش يعني الكميات اللي نشوف أن هي محل يعني غير معناها محل تصرف غير سليم، فأحنا هذه الكميات يعني فما مخالفات الكميات هذه معناها نقوم بما يخولوا لنا القانون ونعمل إعادة ضخة في الأسواق ولا في أقرب سوق موجود، حتى أن المواطن يلقى معناها المنتوج هذا بالسعر اللي احنا سعرناه ولا سقفنا السعر في هذاك. وهكا احنا توا معناها سادة النواب تسألوا علاش احنا نسقفوا في الأسعار، ولا ربما هذه آلية من الآليات اللي ما كانتش من الآليات حسب وجهة نظركم أنتم من الآليات الناجعة. احنا في الحقيقة عنا على مستوى الوزارة سياسة الأسعار، حاولنا احنا نسقف من فوق، يعني نقول هذا أقصى سعر يباع به المنتوج، فنظراً لمعناها نقول احنا الأنشطة الاحتكارية بمختلف يعني تشكلاتها ما كانش الأداة هدية عندها معناها تأثير سريع. فالتجأنا، والمثال متاع الدجاج أحسن دليل، معناها الدواجن. فالتجأنا إلى احنا اسكن بال لونيفيلمون بار لو با، نجينا لسعر الإنتاج وسقفناه أيضا. فتلاحظوا أنه المدة الأخيرة بدأت التوجه نحو الانخفاض في سعر الدجاج، تقعد إلا اللي أثر عليه في بعض، خاصة نحن نشوفه في يعني في التجمعات الكبرى، يعني في العاصمة وفي المدن الكبرى التأثير ما كانش واضح لدى المستهلك، لأنه يعني كثرة الطلب تأثر أيضا أنه يقعد السعر دائما في المستوى هو نفسه، والعمليات الاحتكارية هي اللي تفسر أنه يقعد معناها السعر عالي أكثر. كما أكد الوزير في ختام الجلسة على تأمين صابة الزيتون قصد الاستفادة من الوفرة واستغلالها على أحسن وجه، سواء في الاستهلاك المحلي أو في التصدير.